عاجل، تفاصيل هامة جدا عن الطائرة F-15 الذي قال الجيش الأمريكي أنه مستعد لتسليمها إلى مصر. وعاجل وكالة تكشف عن سعي مصر للحصول على قرض جديد. وفي مفاجأة كبرى بعد انتقاد للدولة المصرية، تركيا تقوم بطرد أحد المنتمين لجماعة الإخوان من أراضيها. وفي عهد الرئيس السيسي محاكمة 7 مسؤولين كبار في الدولة بسبب إجراءات وصفها السيسي بالخطر الأكبر. وعاجل، تفاصيل سحب أراضي من بعض المستثمرين في مصر. ننشر التفاصيل وننشر اقتراح غريب في مصر لبيع الخبز المدعم بعد غلاء الأسعار. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد، وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده، مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول. عاوزين نوصل في هذا الفيديو لأكتر من 2000 أعجبني أو لايك. وقبل ما نبدأ في الأخبار عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر زي ما احنا ما متعودين في كل فيديو. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا وعاجل، تفاصيل هامة جدا عن الطائرة F-15 الذي قال الجيش الأمريكي أنه مستعد لتسليمها لمصر. أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي عن اعتقاده بأن أمريكا هتزود مصر بطائرات F-15، وقال خلال جلسة في الكونجرس: أعتقد أن لدينا أخبارا جيدة تتمثل في أننا سنزود مصر بطائرات F-15، وهو عمل طويل وشاق. ولم يقدم الجنرال ماكنزي أكبر قائد أمريكي في الشرق الأوسط تفاصيل عن التوقيت أو عدد طائرات F-15 التي تصنعها شركة بوينغ التي سيتم تزويد مصر بها. تعمل الطائرة الأمريكية F-15 متعددة المهام في جميع الأحوال الجوية، وتصنف بأنها طائرة تفوق جوي اعتراضية هجومي. وطورت الشركة المنتجة عدة أنواع من طائرة F-15، منها F-15S من ذوات المقعد الواحد و F-15B، وهذه من ذوات المقعدين. وهناك أيضا طراز F-15 Eagle Strike، وهي مقاتلة سريعة وبعيدة المدى تحلق على ارتفاعات عالية قادرة على التعامل مع أهداف في الجو أو التعامل مع أهداف في الأرض في الليل وفي النهار. وتمتلك الطائرة الأمريكية مواصفات خاصة، حيث أن طولها بيصل ل 19.43 متر، فيما يصل طول الجناح 13.5 متر، ويبلغ ارتفاعها 18.54 متر، بينما مساحة الجناح تقدر ب 56.5 متر مكعب. المقاتلة الأمريكية لها محرك F-110GE 129، ويصل وزنها للإجمالي إلى حوالي 37,000 كيلوغراما، وتحلق بسرعة 2.5 ماخ، أي 2660 كيلومتر في الساعة، مما يجعلها أسرع طائرة حربية في العالم. وفيما يخص التكلفة فإنها تقدر ب $80 مليون، في الوقت الذي تصل تكلفة التشغيل إلى $27,000 في الساعة. وتمتلك الطائرة رشاش واحد عيار 20 ملي، وأربع صواريخ جو أرض AIM 7 سبارو، واربع صواريخ جو ارض AGM-130، وصواريخ AGM-65 مافريك، واربع صواريخ جو من طراز AIM-9 سايد وايندر، وثمان صواريخ من طراز AIM-120 امرام. المصدر معانا كان من بعض الوكالات، واترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. يعني عاوزين نعرف، خلي بالكم، عاوز اقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا. اللي بيمتلك هذه الطائرة تقريبا 4 على مستوى العالم: السعودية وكان الصهيوني وأمريكا، وأعتقد اليابان، ولكن مش متأكد، ولكن هم 4 أو 5 دول فقط اللي بيمتلكوا هذه الطائرة. فإن أمريكا هتدينا يعني هذه الطائرة، هل هيبقى منزوع منها بعض التكنولوجيا؟ زي مثلا احنا لينا جارة على الحدود أمتلك الطائرة بتكنولوجيا يعني عالية جدا، هل يعني الولايات المتحدة الأمريكية هتدينا الطائرة بتكنولوجيا عالية مثلنا مثل الجارة بتاعتنا ولا لا؟ أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وعاوز أعرف رأيكم بالتحديد في هذا الخبر المهم. ننتقل لخبر آخر. وفي عهد الرئيس السيسي محاكمة 7 مسؤولين كبار بسبب إجراءات وصفها الرئيس السيسي بالخطر الأكبر. النيابة الإدارية أحالت في مصر للمحاكمة التأديبية 7 مسؤولين من قيادات الإدارة العامة للموارد البشرية والنقل الجماعي والمواقف
داخل ديوان محافظة الفيوم. تمت إحالة المسؤولين بعد ثبوت التلاعب في تعاقدات الموظفين، ومنهم أبناؤهم وزوجاتهم، رغم حظرها بقرارات سيادية وتعليمات وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وذكر تقرير الاتهام أن المحالين السبع خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون واللوائح المعمول بها، ولم يؤدوا أعمالهم بدقة وأمانة، ولم يحافظوا على كرامة وظيفتهم، وسلكوا في تصرفاتهم مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة والمساس بمصلحة مالية الدولة، ولم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحة التنفيذية. وكشفت التحقيقات أن ربيع سيد محمود مدير شؤون العاملين بالإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف بالفيوم اشترك مع المحال الأخير بوصفه مدير المواقف في تحرير عقود عمل مؤقتة مع سبعة مواطنين، بما يفيد بأن التعاقد تم في يوم تحرير إقرارات عمل له. وتبين من التحقيقات أن سكرتير عام المحافظة السابق وافق على التعاقد معهم بناء على مذكرة مدير الموارد البشرية بالديوان قبل تاريخ تسلمه العمل سكرتيرا عاما للمحافظة، رغم أن مسوغات التعاقد معهم من نماذج الكشف الطبي وصحف الحالة الجنائية وكعوب العمل الخاصة بهم كانت بتاريخ بعد تسلمهم العمل بعام كامل، بقصد التحايل على إنشاء مركز قانوني وتحقيق منفعة للمتعاقدين. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد رفض تعيينات قائمة على الوساطة والمحسوبية، وقال أنا مش هعين حد ملهوش لازمة لمجرد أنه قريبي ولا صاحبي ولا من معرفتي، ده الخطر الأكبر. المصدر معانا كان من الوطن زي ما حضراتكم عرفتوا دلوقتي، دول مسؤولين كبار في الدولة، فلما ارتكبوا خطأ النيابة الإدارية على طول حالتهم للمحاكمة التأديبية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وهذا يحدث في عصر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل، ننشر اقتراح غريب في مصر لبيع الخبز المدعم بعد غلاء الأسعار. تقدم رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية في مصر عبد الله غراب باقتراح لوزارة التموين لبيع الخبز داخل المنظومة التموينية بالوزن بدلا من البيع بالقطعة. وقال غراب أن الشعبة تقدمت لوزارة التموين لبيع الخبز داخل منظومة التموين بكيلو بدلا من بيع رغيف الخبز الواحد بخمس قروش، وتابع في أزمات تشهدها المخابز مع إدارة الرقابة التموينية بسبب وزن الرغيف، وهو ما يجعل المخابز دائما تحت طائلة القانون، وهناك مبالغ بالآلاف تأتي على المخابز بسبب وزن الرغيف، وهو ما جعلنا نبحث عن بدائل منها بيع الرغيف بكيلو. وأضاف وزن الرغيف يتراوح بين 90 جرام و 110 جرام، وهو ما يعني أن نص كيلو العيش هيكون ب 25 قرش، أي يصل الكيلو إلى 50 قرش، وبحد أقصى كيلو واحد فقط للأسرة الواحدة. في سياق متصل كشف مصدر داخل وزارة التموين السعر الذي ستعلنه الوزارة بشأن توحيد سعر رغيف العيش السياحي الذي يباع خارج الدعم التمويني. قال المصدر إن رغيف الخبز السياحي يصل إلى 75 قرش، وذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه. وأكد المصدر خلال حديثه أن رغيف الخبز المدعم يكلف الدولة 65 قرشا، حيث يتحمل المواطن 5 قروش فقط والدولة تتحمل 60 قرشا. مصدر معانا كان من القرار 24، وعاوز أعرف رأي حضراتكم في هذه الآلية، آلية بيع الخبز المدعم للمواطن. يعني حضرتك بدل ما أنت تروح ببطاقة التموين تاخد العيش بتاعك بالعدد، انت ممكن تاخده يعني بالوزن، وده هيبقى ادق بكتير. هقول لحضرتك ليه، لان ممكن بيبقى في بعض المخابز بتتلاعب في وزن الرغيف، فحضرتك بتاخد اقل من حقك. فاكتب لنا في التعليقات تحت يعني عن هذا المقترح، هو غريب ولكن انا معاه جدا، لان حضرتك لما تاخد الخبز بتاعك بالوزن هيبقى دقيق، وفي نفس الوقت مفيش اي تلاعب، مش هيقدر يلعب في الميزان، هيبقى من السهل حتى لو تلعب في الميزان هيبقى سهل كشفه. اترك ليكم التعليق على هذا الخبر. تعالوا ننتقل مع بعض الخبر اخر. في مفاجأة كبرى بعد انتقاده للدولة المصرية، تركيا تقوم بطرد احد المنتميين لجماعة الاخوان من اراضيها. طردت تركيا عنصرا من جماعة الإخوان المسلمين من أراضيها بعد مخالفته تعليماتها وبثه فيديوهات
منتقدة للدولة المصرية. وأعلن الإخوان ياسر العمدة مغادرته الأراضي التركية بناء على طلب السلطات في أنقرة بعد فيديوهات بثها على موقع التواصل الاجتماعي ينتقد فيها الدولة المصرية. أكد العمدة أنه غادر تركيا متجها لدولة أخرى وملمحا إلى أن ذلك تم بطلب من السلطات التركية. يذكر أن ياسر العمدة اسمه بالكامل ياسر عبد الحليم أحمد عبد الحفيظ، كان يعمل موظفا إداريا بميناء دمياط قبل هروبه وفراره لتركيا. وكانت محكمة جنايات القاهرة أدرجت ياسر العمدة ضمن 187 متهما على قوائم الحظر لمدة 5 سنوات، وكان صاحب دعوات للتظاهر في مصر. في ديسمبر 2017 أعلنت وزارة الداخلية المصرية تورط ياسر العمدة بالتحريض على إسقاط النظام ببث فيديو عبر شبكة الإنترنت يحث فيها المواطنين على التظاهر وارتكاب أعمال ضد مؤسسات الدولة المصرية. المصدر معانا كامل المصري اليوم، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، ونرى من تركيا بعض الخطوات الإيجابية يعني في ملف الإخوان مع مصر. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. وكالة تكشف عن سعي مصر للحصول على قرض جديد. قالت وكالة بلومبرج إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم محتمل يمكن أن يشمل قرضا جديدا. أكدت الوكالة أن ذلك يأتي في ظل الصدمات الناجمة عن ما يحدث في الشرق، والتي تضيف مزيدا من الضغوط على اقتصاد مصر. ولجأت مصر إلى الصندوق مرتين في السنوات الست الماضية. أولهم كان في عام 2016، كان ساعد يعني الطموحات للإصلاحات الاقتصادية، والموضوع ده كان برضو مع تعويم الجنيه. والمرة الثانية كانت ساعة الوباء، ومصر خدت 8 مليار دولار لتخفيف الآثار الاقتصادية. وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير أن توقع مصر برنامجا جديدا مع صندوق النقد واللجوء لرفع أسعار الفايدة مع تعرض المالية المصرية العامة لضغوط متزايدة بسبب ما يحدث في الشرق، والتي ستؤدي لتراجع تدفقات السياحة الوافدة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو ما سيزيد من احتمالية حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي. المصدر معنا كان من صحيفة المصري اليوم، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر أخير معنا وعاجل، تفاصيل سحب أراضي من بعض المستثمرين في مصر. قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع إنه تم إجراء مسح شامل لكافة الأراضي الصناعية بالمحافظات لاستغلالها الاستغلال الأمثل. وتشكلت لجنة على أعلى مستوى تضم رئيس هيئة التنمية الصناعي ورئيس هيئة الاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية للاجتماع بشكل دوري، وطرح جميع طلبات الأراضي التي ترد من المستثمرين لدراسة أولوية منح الأراضي للمستثمرين. وأوضحت جامع أنه تم تشكيل 49 لجنة فرعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الأجهزة المعنية للمرور على المناطق الصناعية بكافة المحافظات لإجراء حصر الشامل لكافة قطع الأراضي سواء الشاغرة أو التي تم تخصيصها ولم يتم تشغيلها حتى الآن. وبالفعل انتهت اللجنة من الحصر وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سحب قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. أنا معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا IEB، وإن شاء الله أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.